معاكم ما واكلينش والله ما واكله. 3 ايام وانا كنعاني، 3 ايام وانا كنعاني بالجوع. ما تحويجي وتصوروا الدواء ما كنلقاش. عييت تهديت كاميرا تهديت. الله يرحم ليكم الوالدين والله يسهل عليكم وهذا خير كبير. انا ما لاقيش حتى درهم، هذا راه خير كبير شديته في يدي وما كنتش متوقعاه. الله يرحم ليكم الوالدين. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى مول الجلابه مع الفقراء. اليوم قصه ديال لبنى. لبنى شابه طموحه ولكن دارت عند الدنيا ما هو أسوأ. عندها جوج وليدات، عندها بنيه جميله، عندها التوحد، وعندها الابن تا هو مريض. الزوج تخلى عليها سنتين، له راي اخر، خلاها عرضه للضياع في الدنيا. شوفوا معي القصه ديال لبنى. السلام عليكم. السلام عليكم خويا يوسف. انت هي لبنى؟ ايه هي انا لبنى. عاودي لي القصه ديالك. انا خويا واحد السيده اللي عندي واحد البنيه عندها اعاقه ذهنيه، اعاقه توحد. لاحني الراجل، لاحني مده 3 سنين وانا كنعاني مع هاد البنت. ما كنلقى ما ناكل، ما تنلقى ما نشرب، ما كنلقى الحوايج نلبسهم، ما بقيت نلقى باش نتغطى ولا باش نخلص داري ولا باش تهديت. ما لاقياش علاجات بنتي، بنتي كتضيع. بنتي واحد الحاله اللي خايبه، بنتي واحد الحاله اللي خايبه. 11 عام كدير لي كوش، ما كتعرفش اكثر من الطربيه. انا ما كنلقاش 3 ايام وانا دابا كنهضر معاكم ما واكلينش والله ما واكله. 3 ايام وانا كنعاني، 3 ايام وانا كنعاني بالجوع. ما تحويجي وتصوروا الدواء ما كنلقاش، ما لاقيتش باش نخلص داري، غنطيح للزنقه. عييت تهديت كاميرا تهديت، ما عنديش الجهد، باغي نخرج نخدم. فين نحط هاد البنت؟ البنت صعيبه بزاف، كلشي كديرو تحت منا. انا اللي كنوكلها، انا اللي كنشربها، يعني واحد الحاله ماساه كبيره الله يعلم بها. تقهرت تقهرت، منين غنقلب على ماكلتي، منين غنقلب على شرابي، كي غندير؟ تهديت بزاف، كنطلب من الله وكنطلب من المحسنين يشوفوا من حالي. تهديت، انا الصحه بدات كتمشي ليا. عييت عييت. هو ما عمرو جا يقلب على هاد البنيه ولا شوفها؟ ما عمرو جا يقلب على هاد البنت ولا لقى ولا سول علينا. عييت بالطلبه، كنخرج طلبت، ولكن الناس اللي كيعياو كيعطيو العيا ما يشد. كاين اللي ما كان يومين ما كنلقاش اللي يعطيني ثمن ناكل، الما والضو ما كنخلصوش، داري ما كنخلصهاش، بعت فراشي، ما عندناش باش نتغطى. وعييت واحد الحاله وصلت لها لي صعيبه، وبنتي كتعاني، خصها علاجات، خصها الدواء ديالها كل 15 يوم ما كنلقاش. الا ما عطيتهاش داك الدواء ما كتكالماش، كتضرب راسها مع الجاج، كدير لي كريز، تنسى اللي كيبغي يتصاد. عييت عييت، انا كنطلب شي حل، بغيت حل بغيت حل. انا عييت وتهديت، الا مشيت انا بنتي غتضيع، فين غتلاح، فين غتمشي، شكون اللي غيقبل عليها؟ الله يفرجها لك يا ربي. امين يا ربي. في هذا الموضوع وهذا البرنامج معنا هاد مول الجلابه فاعل خير، غادي يجي لعندك، غادي يدخل عليك الفرحه واحد شويه، رغم انه المأساة ديالك راه امر كبير، انك تعاني من جميع الجوانب. نتمنى لهم الله تعالى يا ربي يجي الفرج. الله يرحم لكم الوالدين والله يخلف عليكم، فرحتوا لي. كنقول غير الخبر، هو اللي كيختار هاد الملفات وتيختار هاد الناس اللي عارفهم، الله عز وجل اللي علم الحال ديالهم والخليه الناس اللي معاه. الله يرحم لكم الوالدين والله يسهل عليكم وهذا خير كبير. انا ما لاقيتش حتى درهم، هذا راه خير كبير شديته في يدي وما كنتش متوقعاه. الله يرحم لكم الوالدين والله يسهل عليكم في هذه العواشر. شكرا. الله يفرج عليك يا ربي في هذا الشعب رمضان يا ربي. مشاهدينا الكرام، حلل وناقش، سمعتوا المعاناه ديالها، حلقه اخرى ان شاء الله، تبعوا معنا.